بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ندرس بإذن الله تعالى صفة صلاة الجنازة أو الصلاة على الميت. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تعالى وحين هذا أخي دونا قابل لو قلت كذو الجنازة ألا يقف الإمام عند رأس الرجل وفي وسط المرأة. إمامك وحو استاغا يا هدي قفك اللي قلت كني ويهي لب ماذي حيسة هدو لدق يهينا لحدة. وإذا كان هناك أكثر من جنازة يقدم فيما يلي الإمام، يعني بعد الإمام يكون الرجال وفيما يلي القبلة يكون النساء، يعني يقدم الرجال جهة الصفوف وجهة القبلة المرأة. نعم. هدي أمواد هل كبدينهين ويسوكش لها رقية دمر كنا حق قبلة الحجين يا رقنا حق إمامك يا لسوحجين يا. نعم. يكبر التكبير الأولى تكبير طهر أيوه كبارنا يا يقرأ بعدها يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. تكبير تكذب وأعوذ بالله سنيا باسمك وأخنيا فاتحة وأخنيا. وإن قرأ ما تيسر من القرآن فهذا يصح. لبما لها فاتحة كذب هدو قرآن قدره. ثم يكبر التكبير الثاني ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية. كذبنا تكبير طلبات مركو كبارتو نبي كسليني عليه الصلاة والسلام صلاة الإبراهيمية ذي معروفة. نعم، التي يقرأ في التشهد غالبا. إيه في التحيات كل جوا أخيو. نعم. ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، والأولى أن يدعو بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام. كذبنا تكبير الاتحاد وتكبير سنة يا وحنا أدعينا يا ميتك أدعينا يا قارهان دعوينك النبي كسل عليه الصلاة والسلام. ثم يكبر التكبيرة الرابعة. نعم. كذبنا تكبير الأفراد وتكبير سنية. ثم يسلم تسليمة أو تسليمتين. كذبنا هل مربو سلام عليه فورنية أم الله بدأت جهاء يوصلهم لسنية. نعم. ويستحب له أن يزيد أحيانا على هذه التكبيرات الأربع، كان يكبر خمس تكبيرات أو سبع تكبيرات. وحكى له السنة إن تكبيرات كبادين كرو أو قارسين كرو إلاشن. نعم. لكن الأربع التكبيرات هذه الأولى كل تكبيرة تقوم مقام ركن، فلو ترك تكبيرة من التكبيرات الأربع، يعني لو كبر ثلاث تكبيرات وسلم، هذه الصلاة باطلة. نعم. تكبيرات كان أفرطا إهدى أن سوشيقني دمانتوت ركني بمثلية مدول ركني ويان هدي ومدء كتغو صلاة دماء صحي صحي نغني سباطل. نعم. أما ما يتعلق بتجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه، هذا لابد فيها من درس عملي تطبيق. نعم. أما وحي قصاب سن ميتك ديار قرين تيسا رقم ديسا كفن تيسا أسيتان كيسا ودرس أباهن إلا دقن قلي دقن هان الله سميه. نعم. إذن أخذنا ما في هذه الدروس المهمة ما يتعلق بتفسير القرآن. وحن قصو قادني دروس تن مهمة ده أن هذا ينكو بده تشرنو قرآن كتاب نوجود بي تفسير سورة الفاتحة تفسير قرآن كتفسير كيس أهمية ده أولي ياي. نعم. تفسير القرآن وحفظه. قرآن كتفسير كيس يحفظ انتيسا. وقلنا أقل ما يمكن أن يضبط ويحفظ الفاتحة وقصار السور. وحنو نري وحا اوغو ير الحفظين كرو او لسوغي كرو وفاتحه هي سورتها يرير. ذكرنا ايضا ما يتعلق بالتوحيد وما يضاد التوحيد الشرك. وحن كلو سو شيغني توحيدك يا توحيدك وحا كهر ايمانيا او شركيغا. نعم. وقسمنا الشرك الى قسمين اصغر واكبر. شركيغا وحن سو قيبيناي لبا قيبود ميد ير يا ميد وين. نعم. ثم بعد هذا ايضا ذكرنا ما يتعلق بالصلاه. كدب وحن سو شيغني وحا لخيره صلاه ولابد أن نأتي بالصلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها.
وحلقة مارمان صلاة دميسي إنو لن يمادن وشروط يدي دميسران تهي أركان تهي واجبات كهي ولا نأتي بمبطل من مبطلات الصلاة لا إيمان مينو وحسلاة برينية أيضا ذكرنا ما يتعلق بالوضوء والاقتسال والتيمم وحنك لو صوشيقني ويسقاتك قبيسك واجبك إيو قبيسك نعم أيضا ذكرنا ما يتعلق بالاقتسال أن الاقتسال على صفتين وحنك لو صوشيقني قبيسك وحنو نرس قبيسك الله بقى بلو قبيسك صفة مجزئة قبيس يعني كغفلا قبيس نمو وصفة مستحبة كاملة يو قبيس سنة وتأورد ميسيرنا وقلنا أن في الاغتسال ينوي بقلبه وحان نري مركا وروح قبيسنا يو كو قلبي كن يسنا يسمي بسم الله وورانيا يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة شركة أو دمب بيها قوة عميمية تمها أصوشة يعني أصوشة يعني تمها تريد ولا دمب يو ذكرسنا يا مع المضمضة والاستنشاق يدو اللغلغ الشيء سندرس إلى صعد متى يجب الاغتسال قرم قبيسك واجب يا من يعرف متى يجب على الإنسان أن يغتسل قفك إنه ما يدو قبيس واجب قرم واجب يا نعم يقول خروج المني دفقا بلذة نعم إن روح أي منذ كصوب أحضوه قاب يعني بلذ يعني درين نعم وكذلك الاحتلام لو نام وخرج منه ماني فهذا موجب للاغتسال سيدا صوك للروح إسوغو هرداء مركي ماني ذا كتما دو قويس بواجب كوا والجماع قل موتك وموت غير الشهيد أي إنسان يموت لابد من تقصيل وتكفينه إلا الشهيد قف كستو دنتاي كل موت كل أي إنسان يموت لابد أن يغسل كافر ومسلم أنت لا تسأل طيب المسلم لابد أن يغسل وكفن ويصلى عليه أما الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يترحم عليه ولا نحضر تعزيته أصلا يلقى في حفرة ويلقى عليه التراب نسأل الله عليه السلام جيد قف كستو مسلم ركن قيدنا أنت وأن كاهن شهيدك قويس بواجبية حتى لا تأذى الناس من رائحته هذا الكافر يعني أما المسلم يغسل ويكفن إلا الشهيد لا يغسل مسلم هو على رقية وعلى كفرين إياه أما الشهيد كلا مرقية لكن كافرك يسقى على عصية نعم إذن يجب الغسل على كل ميت نغسله إلا الشهيد لا يغسل إذن ميت كستأورد أنت مسلم ولا دقيا وحنك أهين شهيدك وإسلام الكافر الكافر إذا أسلم يغتسل هي كافر كما كوصو إسلام قويس بأواجب يا والطهارة المرأة إذا طهرت من حيض ونفاس لابد تغتسل هوين إذا مرقى يكطهر نقان يسحيدك إن يديق عدد يديق النفاس كي يدون وين قويسته ذكرنا كذلك التيمم سيدا سوكال وحن سوشيك نيجا بقبيسيك نعم يبقى معنا المسح على الخفين المسح على الجوربين هذا وحا ينو هري إن لم مسح خفين كا أما إن لم مسحو شربات يدا نعم لابد أولا للمسح على الخفين أو الجوربين شروط نعم إن لم مسح خفين كا أما جوربين كا شروط بيلا ذهي الشرط الأول أن يكون لبس الجوربين والخفين على وضوء كامل يعني غسل الرجلين في الوضوء بالماء ثم بعد هذا لبس الجوربين وحاشر دي واحد شذا خفينك جوربينك روح مركه رينو طاهري هاي معناها ويسقط لما يسترن مع اللقمدة الوهي كترت أوقبه وأن تكون الجوربين والخفين طاهرة لا نجسة إن لبدا جوربك يغفينك هذا الطاهر أن النجاسة هين وتكون ساترة لغالب العضو حتى ولو كانت خفيفة تكون ساترة؟ ساترة يعني تغطي أغلب القدم حتى ولو بدأ الكعبين يصح المسح عليهما نعم وإن أي لقط ودم وذا أستوريان حتى هذه أستوريان كعبين كأن قوية وإن وذا أستوران وأن يكون المسح على الجوربين والخفين في الحدث الأصغر فقط لا في الأكبر لأنه في الأكبر لابد من اغتسال نعم مسح وفلية وكلية حدث كير ولابد أن يكون المسح في الوقت يعني لا يمسح بعد الوقت بعد خروج الوقت
وحو مسحيا أن مسح وحو إيمانا يا حلقة وقت قال لكن وقت مركو بحكة دمية والوقت عندنا للمقيم يوم ليلة يعني 24 ساعة وقت جاء أكثر نذا قفكم مقيم كنا وهبيني مال وللمسافر 3 أيام بلياليها لكن يعني تساوي 72 ساعة تقريبا مسافر كنا وحويان وسدح عشوي يهبين ذولا وحي لا أودي جنتابو يري تضبات لبس عضف نعم عندنا أيضا المسافر سيدي السوق لقفكم مسافرك المسافر يقصر الصلاة الرباعية فقط قفكم مسافرك وحو صوق قابيني يا أنكليتا صلاة أفر أفرتا يقصر الصلاة الرباعية فقط صلاة أفرتم بصوق قابين الظهر ظهرك والعصر والعشاء صلاة عصر يعشاء يصليها ركعتين لا برقع بتكنية إلا إذا صلى خلف إمام يصلي الصلاة رباعية لابد أن يصلي بصلاته حتى ولو أدرك مع الإمام ركعة والتشهد الأخير إلا إنه لقها الله نعم إلا إنه كده بتكنية أنمويه إمام أن مسافر أهين هدو مرك إمامك وصوها ليرو أفر ترعب وتكنيا حتى هدي وكسو جارا عادة قدام بيساي وتكنيا أفر رقع عضو نعم أما المغرب تصلى كما هي في الحضر والسفر وكذلك الفجر مغرب يسوي اسمه بدل يصبح اسمه بدلان سيد الله تكنيا سيد حلال الله نعم وله أن يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وحا أبنان إن الله بصلا وجمعيه ظهر كي عصر كي مغرب كي عشاء إما جمع تقديم كأن يجمع العصر في وقت الظهر نعم أو يؤخر الظهر إلى وقت العصر وحقوق جمعين كرا جمع لو يقال تقديم أو إنه صهر مريء أو ظهرك عصرك إنه ظهرك أصهر رو أما تأخير إنه سمعي أو ظهرك إنه أصهر رو حق عصرك وكذلك المغرب مع العشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير مغرب العشاء أنا والظهر مريء كنا ولد بديك كرا لبوه لكن لو صلى الجمعة لا يجمع معها العصر لكن هدي الروح جمعها تكذو عصرك كما جمعين أيوه نعم كذلك المسافر إذا صلى إماما أو صلى منفردا يقصر الصلاة الرباعية نعم هذه الروح المسافر هي ويسوي تجني أما كلي تكنيه صلاة الرباعية دوا سوق قابلية أما لو صلى قلنا خلف مقيم يصلي بصلاته هذه وكتب تكنيه قف المسافر أهين صلاة وهذا ما يستريا نعم عندنا السنن الرواتب وعن هذا قد قلت دونا سنوين كلو يقانو الرواتب يعني سنن مرتبة مع الفروض الخمسة سنوين للصعداء ولا قرشيي صلاتها فردك هذه السنن سنوين كان تسد النقص الحاصل في الفرائض يعني الآن الذي يصلي السنن الرواتب إذا كان لديه خلل في الفرائض هذه السنن تسد هذا الخلل والنقص سنن كاني وحي أوديان وحي خلل أما النقصان صلاة هذا سوء قارب يكون دبوليسا والذي يصلي يحافظ على السنن الرواتب هذا معناه أنه من باب أولى يحافظ على الفرائض روح صلاة السنن كإلالية روح وحي الدليل أتهي إنه آدو إلالية صلاته فردك ويحصل بهذه السنن الرواتب زيادة في الإيمان سنن كان إلا حفظي الروح وحكوه ليا إيمانك سينوك الروح نعم وهي السنن الرواتب إما 10 ركعات أو 12 ركعة سنن كرواتب تأه إما واتبر ركعة وإما واللبيت ركعة ركعتين قبل الظهر أو 4 ركعات قبل الظهر لبر ركعة ظهر كهر أما أفر باكهر يظهرك وركعتين بعد الظهر لبنا وحي كدن بين ظهرك وركعتين بعد المغرب مغرب لوا كدن بيسا وركعتين بعد العشاء عشاء لوا كدن بيسا وركعتين قبل الفجر صلاة الصبح كهر لوا لتكنية أهم هذه السنة الرواتب ركعتا الفجر سنوين كالسوش شيقي وحا أمهم سن لبدا ركعة ضوط ولتكنية قبل الفجر نعم خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيده النبي يقول عليه الصلاة والسلام وحيك خير بذيه الدنيا ذي وحكو نحسوان ودن يعني لو قال نعطيك كل ما على الكل الأرضية نعم كل ما فيه أدور حكو إلى ذو حنقسين الأخوة واحد صارا نعم ثم هي يعني تخفف والله قابين يا لبضر العضوض والله فضينا يا عفو دون إخلال بالأركان يدو أركانتي أن لبلوغي سنين وفيها قراءة خاصة قران قوني بيليه ذهي في الأولى يقرأ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون ركعة ظهر فتحدث على الآخرين سورة الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد سورة الإخلاص ركعة الله بعد نفتح تحدث على الآخرين إخلاص نعم
أيضا لدينا صلاة الوتر. سيدا صوك لوحا هذا الشيخ يا صلاة الوتر. أقل عدد في ركعات الوتر كم؟ ترى ذا أبوير ركعات الوتر وامقة. الله يفتح عليك. أقل الكمال ثلاث ركعات. ترى ذا أبوير لما يستيرن وحير وسدح. يعني قليل لكن أفضل. نعم هو ثلاث ركعات لكن أفضل بدنتهاي. وأقل القليل ركعة واحدة. مدة أبوير تكسيرنا وهل ركعة. وأكثر 11 ركعة. وحاق بدن كوي تمرقعة. نعم. إذا صلى الركعة واضحة كيف يصليها؟ نعم. إذا صلى الوتر ركعة واحدة طيب. واضح كيف يصلي يعني طيب هطول ركعة تكذن تكنيه واسك عدها هي يكرر ركعة ويتشهد ويسلم قابل اللوتين والقرنيس هل ركعة واستاقية والركوع والسجود والسجود نعم ويصلي ثلاث ركعات لكن بتشهد واحد يتشهد في الركعة الثالثة ولا يجلس في الثانية كالمغرب هدي سدح وذا السعودان أيهين تشهد حملها وحيلاتها أوكلية هل التحيات بينه وكان قدام بيها نعم أو يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة أما وحي الصمين اللي بوتو كان إياه وصلاة وكبحية هدر الله إيمانية هل حب أوكلية ويصلي خمس ركعات الوتر يصح أن يصلي خمس ركعات متصلة يجلس في الركعة الخامسة فقط وحكرا أبنان أو سوان أو يعني أو اللي أقول يقفك إنه شن ركعات أو وذا الصعودة إنه تكذو لكن هل التحيات بالله إيمان وكان قدام بيا ويصلي سبع ركعات وتر متصلة يجلس في الركعة الأخيرة للتشهد فقط تضبو حلو رنكرا لكن شرد وحاء إنه هل التحيات بالله إيمان وكان قدام بيا ويصلي تسع ركعات متصلة يجلس في الثامنة يتشهد ثم لا يسلم يقوم ويأتي بالتاسعة ثم يتشهد ثم يسلم أعيد علي يصلي الوتر تسع ركعات وحوتر يتقن يا سقال متصلة أو وضحريرة يجلس في الركعة الثامنة ركعة السدحات بوفر سنة يا التحيات ركعة السدحات بن العفن ركعة السدحات بوفر سنة يا التحياتك نعم ولا يسلم ثم ينهض للثامنة للتاسعة التحيات بوفر سنة يا مصر المقصنة وحو استاقية السقالات ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم مدة سقالات بالله إيمان يا التحيات يقدم به ويصلي ركعتين 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 ثم يوتر بواحدة وتكون 11 ركعة وحو قال أوتو كان كرا لبا 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 بكا ودن بيرا حبدي تكون يا ودن بيس نعم كذلك صلاة التراويح سنة سيدا صلاة التراويح إذن وصنة وبخاصة في رمضان تصلى جماعة في المساجد قال أهان رمضان كجماعة الأولى تكون في المساجد نعم كذلك لدينا صلاة الضحى سيدا صلاة الضحى شرتا صلاة الإشراق صلاة الإشراق باش تقول رح صوب حدا صلاة الأوابين صلاة الله يغنى أوابين باشرتا تبدأ بعد طلوع الشمس ارتفاع الشمس بعد أن ترتفع الشمس حتى لا تراها أمامك ترتفع هذا وقت ابتداء صلاة الضحى صلاة الضحى وحي بلا بني يساق الرحض ومركة أي صوب هذا كذب يعني لا يقول بحدة إذا ارتفع عن ورقته أي نعم. صوب ويصلي ركعتين ركعتين لبا لبا ركع يوتك نعم وأفضل وقت لها عند اشتداد الحر يعني قريبا من الساعة الحادية عشر تقريبا عندنا هنا وقت أغفي عن أغفض لبدن إلى تكذا الضحى وحويان حل قا يقرر حضو كلولاته وحوشيقه كتقريبية ساعد مركيتاي شنت الساعة نعم حقين. كذلك لدينا تحية المسجد ركعتين سيدا صوك لوحى الشراء وحلو يقانو صلاة المسجد كأيضنا والله ركع دو إذا دخل إلى المسجد لا يستطيع أن يجلس حتى يصلي ركعتين قفك مركو مساجد الصوك لو ما فريسنا إلى وكتك دو ركع دو لو صلى الفريضة لا إشكال في أن يجلس أو صلى الراتبة القبلية مثل راتبة الفجر تجزع عن تحية المسجد سيد الروح صوك لي صلاة فرق صوها لي dib ma laha ama wuxuu tukaday sunooyinka ka horreeya tibada ayaduna dib ma laha ka wafarsan kara عندنا ايضا صلاه الاستخاره waxaa jira salaad loo yaqaan salaat al-istikhara yusalli rak'atayn ghayra al-fariida laba raq'a buu tukanayaa ti faradkeed ma aha wa ba'dana yatashahad wa yusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam as-salaah al-ibraahimiyyah kadibna wa tahiyyat sanaya nabi sallallahu alayhi wasallam buu ku salinayaa salaad la yaqaanay macluumkaay wa istaeed billahi min arba'
إلهي وأفرك من قال سبحانه وتعالى يقول دعاء الاستخارة كذبنا دعاء الاستخارة وأخنيا ثم بعد هذا يسلم كذبنا والسلام نقصنيا. كذلك لدينا الصلاة التي يصليها الإنسان لله هكذا نفل مطلق وحاجر الصلاة إسك سنوي مطلق قصي ديسن وروح الله تكنا سبحانه وتعالى فيصلي في كل وقت وقتك الروح تكن كرا إلا في أوقات النهي أوقات الشرع ينقرب موي لدينا أوقات النهي الوقت الأول بعد سلام الإمام من صلاة الفجر وقتك وهر أوقات النهي وحويان مركو إمامك صلاة الصبح وكبحه إلى أن ترتفع الشمس إلى يقرح ذكر صباحه وقبل صلاة الظهر تقريبا بربع ساعة 20 دقيقة يمنع من الصلاة في هذا الوقت صلاة الظهر كهر وأذانك يا أنت لا أدي من كهر شن يتمنى دقيقة كهر إذن أقول لها يبقى قصة أروري نعم وكذلك من تسليم الإمام من صلاة العصر إلى دخول وقت المغرب إمامك مركة وصلاة عصر كبحه إلى مغرب وقصه قاله هذه الأوقات لا يتنفل فيها نفل مطلق أوقاتنا هذا عن صوش يقني وقت يدني لبصنا يسنى يسنى مطلقة لكن له في هذه الأوقات أن يقضي الصلاة الفائتة لكن وقت يدن قفك وحلو بني صلاة ديه لافي إنو سوق ضينكرو وإعادة الجماعة جماعة إنو سوق لليه وكذلك يصلي الصلوات ذوات الأسباب سيدا سوق لو حاوبنا إنو تكذو صلاة صوب كله تحية المسجد تعيد مسجدك وكله صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة لو يقال وكله سنة الوضوء سنة ويسقاتك ركعتا الطواف هي الطواف كلو يسر بعضوت نعم هذه الصلاة الصلوات المفروضة الخمس والجمعة لابد أن تؤدى جماعة صلاة شنطة هي صلاة جمعها با وإن جماعة لقوقها أقل ما يقال في صلاة الجماعة أنها واجبة على الرجال وحا أقول إلى أورانكر صلاة الجماعة وهي يعني واجب قطعي رقا وكان يعد من يتخلف عنها عند الصحابة رضي الله عليهم منافق ظاهر النفاق وحا لقو ترين شري قفك صلاة جماعة كذب دعا وأن سوها ليلين إنه يعني منافق نفاقي سوى وعديه نعم فالإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى ويحرص على أداء الصلوات المفروضة مع الجماعة قفك إسوه قال لك المسيح سبحانه وتعالى وحكود ذلك صلاة هن فرض كين الجماعة كلها كذب والجماعة لم تسقط حتى في الحرب جماعة ذو مرضى عضو حتى هديد دقال لقد نعم وبصلاة الجماعة هناك فوائد كثيرة صلاة الجماعة ذو حلين فائدو يأذو فربضا 27 درجة تضبي لباتن درجو نعم وكذلك اجتماع أهل الإسلام شذا سقلي وحى كل شراء مسلمين أو كل ميا وتفقد أحوال أهل الإسلام يروح إنه بربارو حالتها مسلمين تا وغير هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاك الله خير